يا مرحبا وحياكم الله، تعالوا نسوي مع بعض أسهل وأسرع وألذرة ممكن تاكلونها. بس قبل ما نبدأ بفقرة على الماشي حطي لي لايك كذا علشان نستمر، ويلا على بركة الله نبدأ. أول حاجة تجيبين هنا لتر من المية وتحطين عليه ملعقتين من الحليب البودرة. فيك تستخدمين مع الذرة الحليب البارد العادي زي هذا الحليب، لكن حرام هذا هدر للنعمة، بينما الحليب البودرة راح يؤدي نفس الغرض. لتر مية عليه ملعقتين من الحليب يغلي لمدة 7 دقائق، لأن ذرة أمريكية تستوي بسرعة، وخلاص ترفعينها من على النار. بعد كذا تكونين مجهزة عندك على جنب كذا وأنت تشتغلين، تكونين مجهزة عندك زبدة وكمان مجهزة عندك ملح. حاجة مهمة يا بنات أن الطريقة هذه تسوينها تتهنين فيها، والذرة حارة ما ينفع وهي باردة على السريع كذا، خليكي شطورة ولهلوبة بسرعة كذا وأنت تشتغلين. ادهني زبدة ونغنغيها بالزبدة وبعدين رشي عليها شوية ملح. طبعا يا بنات أنا أحب أني أقطع أكواز الذرة زي ما تشوفون، أقطع الكوز الواحد أقطعه 2، يعني يصير عندي 8 أكواز ذرة. ليش؟ علشان عائلتي ينجبرون ياكلون كل الكوز هذا، لاني اوقات احط الكوز بالكامل ما يكملونه، وحرام هذا في هدر. قطعي الكوز الى 2 وباذن الله تعالى راح ياكلونه بالكامل وراح يحبونه اطفالك. دور الحليب او وظيفه الحليب يغير النكهه ويعطيها دسامه مره حلوه مع الزبده ومع الذره. جربوها يا بنات مره حلوه. هذه نوعيه الذره اللي استخدمتها، انا خذيتها من ثلاجه النخبه، عباره عن اربع حبات او 4 اكواز، يجون في مغلف كذا. سعرهم يا بنات بس 8 ريالات، اوقات القاهم ب6 ريالات في وقت العروض. عموما النكهه حكته بطله، و7 دقائق بس وهو مستوي. بعد كذا تكوني مجهزه قصدير، اذا حابه تغلفين القصدير وبرق زبده ما يمنع برضو، الطريقه اللي انت حابتها. وزعي اكواز الذره كذا، وبعدين هاتي الاعواد الخشبيه وغرسيها على طول في الذره. طبعا يا بنات الذرة هنا حارة لسه ما بردت، فالأفضل تسوين الطريقة هذه والذرة حارة وليست باردة. إذا ما عندك أعواد خشبية عادي ما يحتاج، بس أنا أشوف القصدير مرة مهم، يخليها تعرق كذا وخليها تطرب زيادة وتندمج معاها نكهة الزبدة مع نكهة الملح. أشياء مهمة بالوصفة هذه علشان تنجح. أدري إن الوصفة مرة بسيطة وسهلة، لكن في كذا تكات خفيفة هي اللي تبينها أفضل وأحسن، إنك تسلقينها بالحليب ونوعية الزبدة تكون فاخرة. وبرضو كثري الملح شوي، لأن لو حطيتي عليها الملح الزبدة سبحان الله والذرة راح تشرب الملح كله وراح تطلع باهتة، فكثري الملح شوي لا تخافين. خلاص كذا غلفت الأكواز زي ما انتم شايفين بطريقة حلوة، فيك تقدمينها لأطفالك باستراحة بشاليه كذا، أنصاف أنصاف حلوات برضو بالتوزيعات، مرة حلوات ولذيذات. برضو في البعض يحط عليهم شيتوس، أنا جربتها بس للأمانة أنا ما حبيت الشيتوس، حسيت النكهة غير مستحبة وغير لذيذة. بعدين وزعيها عاد بالصينية اللي انت حابتيها بالطبق اللي انت حابتيه وبس. والله اذا حبيتوا هذا الفيديو قولوا يوم صار حبينا وكثير من هذه الفيديوهات، شاركي الفيديو مع احد عزيز عليكي ودعميني بلايك. اشوفكم على خير، فيديو على الماشي في حفظ الله ورعايته.